سلام، تحياتي للجميع. حبيت أعمل فيديو تعريفي صغير عن العملات البديلة بشكل عام، لأنه شوف بالتعليقات مرات وبشوف بالحسب بسمع من الناس عندهم نوع من عدم الفهم لشو يعني عملات افتراضية أو عملات بديلة، وهي بديلة لشو؟ يعني هي افتراضية ماشي الحال، فاهمين إحنا إنه هي مش عملات حقيقية ملموسة باليد، بس بديلة لإيش؟ في ناس كتير بتفكر إنه العملات هاي وجدت علشان تحل محل العملات الموجودة حاليا. طبعا هذا الشيء أنا يعني بعتقد إنه غير وارد. إحنا في عنا مشاكل في العملات المحلية والعملات العادية، لكن هذا لا يعني إنه إحنا مندور على بدائل كاملة للموضوع. إحنا بنحاول نلاقي بدائل للنظام الموجود وتطبيق النظام بشكل غير صحيح ويسمح لتغول بعض الجهات على الجهات الأخرى من خلال رفع قيمة مثلا تكاليف المعاملات وقيمتها للمعاملات هاي. فإحنا بحاجة لنظام بديل للنظام الموجود، لكن مش نظام بديل لمبدأ العملة بحد ذاتها. وبالتالي احنا بحاجة يعني العملات المحلية رح تضل. هلأ احنا عندنا عملات محلية ضعيفة ووضعها سيء جدا، عملة فنزويلا مثلا، أرجنتين، زيمبابوي، كل الدول هاي اللي عندها مشاكل، حتى اليونان، واحتمال حتى يعني اليونان ما هي على أساس انه اليورو المفروض، لكن لو كان عندهم عملة محلية رح تكون النتيجة انه هاي العملة شبه فاشلة بسبب الاقتصاد تبعهم. نفس الشيء اسبانيا، نفس الشيء، في عندهم عملة هي اللي متصدرة عمليات التعامل، لكن الاقتصاد تبعهم في مشاكل بيعاني. فالعملات الضعيفة زي مثلا عملة زيمبابوي مثلا، في عملات كتير في افريقية تانية تعبانة ودول عربية وخصوصا المعوم منها. احنا لما نحكي عن معوم، يعني اي عملة تسمع انها معومة اعرف انه هاي العملة من ناحية عملة، من ناحية وضعها كعملة، هي مثلها مثل العملات الافتراضية تماما، فقط انها ورقة بتكتب على الطبع على ورق، وتركينها للسوق، الاقتصاديات السوق تتحكم، تطلع تنزل زي ما فاحنا هاي العملات اللي عم نحكي انه هي عملات بديلة، هي عملات النظام الخاص فيها بديل عن النظام الموجود. كيف يعني؟ يعني احنا بدنا نظام يكون لا مركزي، ما في مركزية، ما في بنك مركزي يتحكم فيه، نظام يمكن التأكد مثلا في له مصداقية، تعاملات في إلها تصديق، في إلها مصادقة من مكان لمكان بطرف ثالث، لكن الطرف الثالث هذا مش هيئة مركزية، هذا الطرف الثالث ما بياخد عمولات على تحويل الأموال. هاي العمولات على فكرة من منظور ديني هي حرام، هي انك تاخد فلوس على فلوس، لكن من منظور تاني انه هذا الرجل عم بيقدم خدمة والخدمة هاي إلها سعر، يعني إلها داعي، يعني الرجل حامل السلعة من مكان لمكان، يطلع له جزء من السلعة، هو صح حامل السلعة هاي، وصدفت انه السلعة هاي هي النقود، وهذا اللي بيعمل فيها لبس في الموضوع. من ناحية الحلال والحرام، انا بدعو المجامع العلمية الإسلامية الدينية بشكل عام العظمى على مستوى الوطن العربي والعالم الإسلامي انها تخصص هيئات مختصة للتعامل مع هاي الإشكاليات الحديثة طارئة. يعني احنا في عنا اشكاليات دائما في الدين، اشياء جديدة، ما بهمنا طبعا اذا واحد ماتت مرته ياكلها ولا ما ياكلهاش، ولا هو كان جوعان وما فيش اكل، هاي الاشياء ما يعني عجيبة، احنا بدنا الاشياء اللي بتواكب حياتنا مع دراسات متخصصة وفهم للموضوع بعمق، لانه احنا يعني بنعاني من قضايا بعض الفتاوي اللي عمالها بتطلع عجيبة. على العموم مش موضوعنا، موضوعنا هو انه هاي العملات بحب اركز انه اكد عليها انه هي موجودة كبديل على النظام الموجود
مش كبديل للعملات الموجودة. وجود عملة جديدة استنباط أو استحداث عملة جديدة لا ينفي العملات القديمة إلا بعض الحالات النادرة يعني. لكن في اللي صاير إنه إحنا وجود عملة جديدة لا ينفي استعمال العملات القديمة، حتى أحياناً مش في مجالها لكن ممكن استعمالها. يعني مثلاً لو واحد إجا اليوم حكى أنا بدي أتعامل بالدينار الذهب، هاي عندي عملة ذهبية بدي أشتري فيها، وراح لمحل سيارات حكى له أنا بعطيك كيس نقود أعطيني هذه السيارة يا ولد، عادي راح يقول شو تفضل أهلا وسهلا، راح يحسبوا قيمة الذهب اللي معه قيمة السيارة ويقول له تفضل شكرا، لأنه شيء قيم لا ثمن ثمين. فالعملات الموجودة حاليا لها قيمة، هي فيات كارنسيز، هي لها قيمة بحكم أن الدول تعطيها قيمة كن فيكون، يعني هي متبعة الفيات معناها الحرفي كن فيكون، يعني كن ذا قيمة صار ذا قيمة لأنه إحنا قلنا أنه ذا قيمة. مين اللي قال ذا قيمة؟ الحكومة طبعا، هو ملوش قيمة حقيقية بس هي قيمة. فالعملات نفس الشيء. فهلا اذا طلعت احنا العملات البديله والافتراضيه هاي احنا انتشرت وصارت الناس ممكن تستعملها، ما هذا لا يمنع انه العملات المحليه راح تضلها موجوده وراح تضلها خصوصا قويه منها. يعني مثلا عندك الدولار والين والباوند هذا لساته موجود، اليورو، العملات هاي راح تضلها، الدولار الكندي، هاي الاشياء العملات ما راح تتاثر، يعني راح يكون نظام بديل للتعامل التجاري. زي ما حكيت أنا لو إجا واحد حكى لك والله أنا بدي أشتري السيارة اللي عندك بألف سهم أبل، ممكن تتقبل يعني نوع هذا النوع وتعتبرها كأنها عملة. فاللي راح يصير إنه راح يكون العملات هاي موجودة طالما إنه في بنوك مركزية وفي شركات وفي حكومات بتدعمها حيطلها موجودة، وحيطل في عنا إحنا العملات الثانية اللي هي تعتبر عملات عالمية على مستوى عالم، ملهاش حدود، ملهاش دول، ملهاش شركات بتعامل فيها، اللي هي زي البيتكوين وتوابعها. بس حبيت أنوه لهاي القصة إنه البيتكوين مش بديل عن العملات، هو راح ينافسها وهذا تنافس كويس، لكن هو نظام بديل على النظام الموجود في نقل الأموال والتعامل معها، وهذا التنافس بهذا المجال راح يكون شيء كويس. تحياتي للجميع، دائما بجيني تليفونات وأنا بحكي. يلا سلام.